الحضور المحترم أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. لست خبيرا اقتصاديا كي أتناول رأيا شافيا وافيا عن مدى تأثير الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، وما ترتب عليها من هواجس. ذلك إن ضريبة القيمة المضافة وإن صدرت بموجب مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 وتم تنفيذه والعمل بموجبه في الأول من يناير الشهر الجاري، غير أن هذا القانون في معظم مواده يتناول أحكام في الغالب تتناول الجانب الاقتصادي والمالي، غير أنه يمكن القول أنه بعد مرور 13 يوم على تطبيق هذا القانون فإن هواجس المواطنين من فرض ضريبة القيمة المضافة تعددت وتنوعت وتم التعبير عنها برفضها من الأساس عبر المجالس الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا شك إن منكم من سيقف متداخلا معبرا عن هواجسه ورفضه لها، لكن الهواجس التي لمستها من المواطنين في ندوتين عقدتها في مجلسين في محافظة المحرق هي ماذا يمكن لمجلس الشعب، مجلس النواب، أن يفعل تجاه قانون فرض الضريبة المضافة؟ أين مؤسسات المجتمع المدني من هذا القانون؟ وأشير إلى ذلك فيما يلي. أولا، إذا سايرت الفقرة الأولى من عنوان الندوة نهج الضرائب، يمكن القول إن النهج الذي سارت عليه السلطة التنفيذية في إقرار هذا القانون لم يكن مدروسا وجاء على استعجال وبأداته المرسوم بقانون صدر في 5 أكتوبر 2018 أي بعد أن فض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب في 1 يوليو 2018. كما تعلمون أن المرسوم بقانون يصدر من جلالة الملك طبقا لنص المادة 38 من الدستور فيما بين أدوار انعقاد كل من المجلسين، أي في إجازة المجلسين أو في فترة حل مجلس النواب، مشروطا بأن يكون هذا المرسوم بقانون ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وأن لا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من المجلسين خلال شهر من تاريخ صدورهم إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. والواقع أن المرسوم بقانون بشأن الضريبة المضافة صدر في وقت لم يكن فيه المجلسين قائمين حسب حكم المادة المذكورة التي أشرت إليها، أو في فترة حل، بل صدر في وقت انتهى فيه الفصل التشريعي، وبالتالي كان يتعين من المفروض حسب حكم المادة سالفة البيان عرضه على المجلسين الجديدين الفصل الخامس، الفصل التشريع الخامس، خلال شهر من أول اجتماع لكل منهما. غير أن هذا كما تعلمون أن هذا المرسوم بقانون تم عرضه على المجلسين رغم انتهاء فصلهما التشريعي في اجتماع غير عادي في 7 أكتوبر 2018
بموجب أمر ملكي وفقا للمادة 75 التي نصت على أنه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها. وقد أقر المجلسان هذا المرسوم بقانون في هذا الاجتماع، ولم يكن لهما سوى قبوله أو رفضه دون مناقشة مواده، فلا يجوز حسب مواد اللائحة التقدم بأي اقتراحات بالتعديل في نصوصه، وللمجلس فقط أن يصوت بأغلبية أعضائه بالقبول أو الرفض. في هذا الإطار من ضمن الأسئلة التي وضعتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني هو: لماذا ستفرض مملكة البحرين ضريبة القيمة المضافة؟ وتجيب أيضا وزارة المالية بأن ذلك يأتي فرض ضريبة القيمة المضافة تماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تم توقيعها من جميع دول مجلس التعاون عام 2016. وسؤالنا هذا: إذا كانت الاتفاقية الخليجية قد وقعت في 2016، فلماذا صدر قانون الضريبة بأداة المرسوم بقانون في عام 2018 وفي وقت حرج بعد أن فض الفصل التشريعي؟ ألم يكن من المناسب عرضه على المجلسين بموجب مشروع قانون حتى يأخذ حيزا من المناقشة المستفيضة من حيث المواد التي نص عليها ومن حيث تاريخ التنفيذ، لأنه يتعلق بالأوضاع المعيشية للناس؟ هل كانت السلطة التنفيذية تنتظر انتهاء الفصل التشريعي لعرضه في دور انعقاد غير عادي؟ ثانيا، لا شك أن محاولات مجلس النواب الجديد بشأن قانون فرض الضريبة قبل تنفيذه أو بعد هذا التنفيذ يأتي تجسيدا فعليا عن مخاوف وهواجس المواطنين من التطبيق السريع الغير مدروس لفرض الضريبة، ورفضا لإقراره من قبل المجلس السابق في فصله التشريعي المنصرم. فقبل تنفيذ القانون بستة أيام تقدم 5 نواب باقتراح برغبة كما أشار رفيق فلاح بصفة مستعجلة بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة واحدة، وتم إدراجه على جدول الأعمال في الجلسة المنعقدة يوم 25 ديسمبر 2018. استند هذا الاقتراح برغبة على عدد من المواد الدستورية ومواد قانون اللائحة الداخلية، أهمها المادة 68 التي نصت أنه لمجلس النواب إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. واعتمد أيضا هذا الاقتراح برغبة أو استند على الفقرة الأخيرة من المادة 128 من قانون اللائحة، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذا الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب. ربما يقول قائل: ما لنا أن نناقش هذا الاقتراح الآن وقد أصبح لا قيمة له لأن تم التنفيذ؟
غير أني أرى أن هذا الاقتراح برغبة يعد تجربة لمجلس النواب في كيفية استعماله، وفرصة للناس للتعرف على مفهوم هذا الاقتراح برغبة ومدى أهميته. الاقتراح برغبة كما جاء في النص الدستوري سالف الذكر هو الاقتراح الذي يبديه مجلس النواب مكتوبا للحكومة في مسألة عامة، ولها أن ترد عليه خلال 6 أشهر، وعليها أن تقدم الأسباب في حالة التعذر الأخذ به. وحسب اللائحة الداخلية إن لكل عضو أن يقدم اقتراحا برغبة للرئيس، ولكن اللائحة تنص أيضا على أنه لا يجوز تقديم الاقتراح برغبة موقع من أكثر من 5 أعضاء، بالإضافة إلى أحكام أخرى شملت عليه اللائحة الداخلية. والأصل في الاقتراح برغبة أن يحيل الرئيس الاقتراح برغبة تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، غير أنه في حالة الاستعجال للمجلس أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة كما أشرت سابقا. كيف تعامل مجلس النواب مع هذا الاقتراح برغبة بشأن تأجيل الضريبة؟ تابع المواطنون الفوضى التي سادت في جلسة مجلس النواب حين نظر الاقتراح بهذه الرغبة، كلكم تابعتوا، وذلك عندما قاطع عدد من النواب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ما تطرق إليه في مداخلته. قال الوزير وأقتبس: إذا دخلتم في نقاش عام سأطلب التأجيل لمدة أسبوع، هذا من حقي بنص القانون، وإذا أردتم أن يتحول الموضوع إلى نقاش عام هذا لا نرتضيه، لأنه خروج عن نص الدستور والقانون، وأطلب التأجيل ويجاب الطلب دون النقاش. انتهى الاقتباس. لن أتناول هنا ردود بعض النواب داخل الجلسة، لكن أشير إلى مسألتين. الأولى: لم يكن سعادة الوزير موفقا في قوله إن النقاش في الاقتراح برغبة هو خروج عن الدستور واللائحة. لماذا؟ طالما إن الاقتراح كان مدرجا على جدول الأعمال للنظر فيه فإنه يجوز النقاش فيه بنص قانون اللائحة الداخلية، اللي قلنا من حق المجلس أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة. ومفردة نظر الاقتراح الواردة في النص تعني مناقشة الاقتراح من قبل أعضاء المجلس لما له من صفة الاستعجال. وكان على سعادة الوزير هو أول من بدأ النقاش في موضوع الاقتراح حين قال إن تأجيل قانون الضريبة ضريبة القيمة عن طريق اقتراح برغبة ليست معالجة سليمة، موضحا أن القانون الذي يقر لا يتم تعديله إلا باقتراح بقانون وليس اقتراح برغبة. وكان على سعادة الوزير قبل النقاش فيه من الناحية الموضوعية أن يستخدم حقه الشكلي الإجرائي المنصوص عليه في اللائحة الداخلية ويقول: أنا أطلب التأجيل لمناقشة الاقتراح لمدة أسبوع، وانتهى الموضوع. النقطة الثانية: كان على النواب أن يتمسكوا في المداخلات التي تمت بما قضت به اللائحة الداخلية وعلى النحو الذي أشرت إليه. فإذا كان صحيحا أن من حق المجلس أن يناقش أي قضية، فإن الصحيح أيضا أن يكون ذلك في إطار النظام الداخلي اللائحة الداخلية. وإذا كان من حق الوزير أن يستند على اللائحة الداخلية فإن على النائب أن يكون قادرا على استخدامها بالمثل استخداما صحيحا بقراءة دقيقة للنص. والواقع أن المادة 128 من اللائحة سالفة البيان كانت صريحة وواضحة، وكانت تكفي بما جاءت به من حكم للرد على سعادة
الوزير حين رفض مناقشة الاقتراح؟ ما مدى مخالفة الاقتراح لقانون اللائحة من الناحية الموضوعية؟ أنا أتفق مع المستشار القانوني للمجلس الأستاذ صالح القيث أمام المجلس حين قال أن الاقتراح برغبة من الناحية الشكلية صحيح، لكن من الناحية الموضوعية فيها مخالفة للقانون، فالقانون لا يتم تأجيله أو إلغائه أو تعديله إلا بأداة تساويه، كما لا يجوز أن يتضمن الاقتراح برغبة مخالفة للقانون. فمن هذه الناحية فيه مخالفة، لأن القانون لا يؤجل إلا بناء على قانون. فالاقتراح برغبة أي كانت المسألة العامة الذي يتناولها لا يعد أداة تشريعية تعدل أو تلغي أو تؤجل، بل هي أداة رقابية على عمل الحكومة في مسألة عامة. وأحسب أن الأعضاء الخمسة الذين تقدموا بهذا الاقتراح يدركون أن الوقت لم يكن يسعفهم بتقديم أداة تشريعية تعدل من تاريخ التنفيذ بجعله الأول من بدل من يناير 2019 إلى يناير 2020. ومصدر هذا الإدراك أن الاقتراح بقانون يمر بمراحل طويلة، حينها يكون القانون قد تم تنفيذه فيصبح التعديل لا قيمة له، رغم أنه الطريق الأجدر الذي يتسق مع أحكام القانون والدستور بدلا من طريق الاقتراح برغبة. غير أنه كان على النواب أيضا الذين تقدموا بالاقتراح أن يدركوا أيضا أن الاقتراح برغبة هو أضعف الوسائل التي يملكها مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، ذلك أن الحكومة لها الحق في الرد كتابة على الاقتراح برغبة بقبوله أو رفضه، وفي حالة الرفض عليها فقط أن تقدم الأسباب وانتهى الموضوع، وهي مدة طويلة أيضا يمكن خلالها أن يصبح القانون نافذا في التاريخ الذي نص عليه، فيصبح طلب تأجيله هو والعدم سواء، وهو ما حدث بالفعل. ولكن يتعين التأكيد على أن الاقتراح برغبة رغم أنه أضعف الوسائل، لأنه إذا أصبح محل مناقشة عامة وعلنية يمكن أن يكون له تأثير على الرأي العام الذي يستطيع بدوره أن يمارس على الحكومة ضغطا بهذا الشأن. فهذه الوسيلة وإن كانت ضعيفة إلا إن لها قدرا من الأهمية من الناحية السياسية. اقتراح آخر برغبة بعد العمل بالقانون، بعد ما تقدموا في الجلسة الماضية في 8 يناير خمسة نواب أيضا بصفة مستعجلة بشان إعادة النظر اللي أشار للرفيق فلاح من تطبيق القيمة المضافة، إعادة النظر من تطبيق القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء، وتساءل أحد مقدمي المقترح وهو رئيس لجنة الخدمات عمار قنبر كيف يتم دعم الكهرباء ومن ثم يتم فرض القيمة المضافة عليها، مطالبا بضرورة إعادة النظر من خلال هذا المقترح. ويأتي هذا الاقتراح بعد أن أبدأ أستاذنا الفاضل عبد الله الشملاوي رأيه القانوني بأن فرض الضريبة على فواتير الكهرباء والماء وتحصيلها فيها مخالفة صريحة لنص المادة 9 من القانون نفسه. شنو نص المادة 9؟ أن تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية. الجهات الحكومية التي تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص.
لأن الهيئة تحتكر، يقول الأستاذ الشملاوي، لأن الهيئة تحتكر بصفة أساسية بيع الكهرباء والماء، مستندا في ذلك على مرسوم قديم رقم 1 لسنة 1996 أو 69 في شأن الكهرباء والماء في المادة 2 تختص الوزارة، وزارة الكهرباء، بإنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض، كما تختص باستخراج وإنتاج المياه وتقطيرها وتحليتها وتخزينها وتوصيلها وتوزيعها وبيعها لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية. وهو برأيي رأي سديد يعزز من صحة الاقتراح برغبة الجديد المذكور من الناحية الماضية، وهو لا يتضمن هذا الاقتراح تأجيلا أو إلغاء أو تعديلا للمادة 9 من قانون الضريبة، بل اشتمل على طلب من الحكومة بإعادة النظر في تطبيق القيمة المضافة على فواتير الكهرباء لمخالفته لنص المادة المذكورة. في ذات الوقت قدم المحامي محمد الذواذي، الأستاذ محمد الذواذي بصفته الشخصية، دعوة أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء ضد وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته والرئيس التنفيذي للهيئة بصفته أيضا، مسببا الدعوى بمخالفة هذا القرار للمادة 9 من القانون سالفة البيان. وأعتقد أن هذه الدعوى على صحتها، وأعتقد أن هذه على صحتها أن أستاذنا الفاضل هذه اللي تقدم فيها استعجل في رفعها، إذ كان عليه أن ينتظر ما عسى أن يكون رد الحكومة على الاقتراح برغبة المشار إليها، وماذا عسى أن يفعل مجلس النواب في حالة رفض الحكومة له، لأن ما نخشى أن يكون الحكم في غير صالحه، حينها سيكون قرار الهيئة محصنا من الإلغاء. الأفضل هو استنفاذ كافة الوسائل البرلمانية ثم اللجوء إلى القضاء. وقد عبر أستاذنا الفاضل عبد الله هاشم، بس دقيقة، عبد الله هاشم عن هذه المخاوف، قال إن المعالجة القانونية الأحادية أن تعتقد بأنه بمجرد إقامة دعوى قضائية لإلغاء الضريبة على الكهرباء أو وقف رفع أسعار البنزين سيحكم لك وتحقق الحل، هذا نوع من خداع النفس واليأس. وأكد هاشم إن المعالجة القانونية مهمة ولكن في إطار معالجة سياسية بمعارضة مجتمعية منظمة لها. النقطة الأخيرة هو شنو مفترض على مجلس النواب يسوي وقد أصبح قانون الضريبة نافذا؟ أرى أنه من المهم جدا دراسة القانون ولائحته التنفيذية دراسة وافية دقيقة لكل مادة من مواده من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الأوضاع المعيشية للناس ومدى انسجامها مع أحكام الدستور، ولمجلس النواب الحق في التقدم باقتراح بقانون بإلغاء أو تعديل أي مادة من مواده، والأمر يحتاج لمن هو مختص بالشؤون الاقتصادية والمالية لبيان عيوب القانون وآثاره على الوضع. وأحسب أن الضريبة أيا كان نوعها على الدخل أو على الربح أو على القيمة المضافة يتعين أن يكون أساسها العدالة الاجتماعية وأن يعفى منها الدخول الصغيرة بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة حسب نص المادة 15 من الدستور. وأجد في هذا
أساس للانطلاق منه لمناقشة قانون فرض الضريبة لبيان ما يعتريه من عيوب. فهل يستطيع مجلس النواب القيام بهذه المهمة؟ شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم.